طيب احنا كمان معانا على التليفون دكتور سيد القصير وزير الزراعه. مساء الخير يا سياده الوزير، اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وانت طيبه وكل الشعب المصري بخير وسعاده، والسنه الجديده ان شاء الله تكون خير على مصر وعلى شعبها وتحت القياده الرشيده للسيد الرئيس عبد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. تفضل. لا يعني لا بس بقول الاهتمام بالمزارع والزراعه في مصر هيعود بالخير على المصريين جميعا يا سياده الوزير. كلمنا حضرتك في اول يوم ما توليت المسؤوليه، وطبعا انا عارفه برضو لسه الوقت ما هوش طويل قوي، بس كتير من الملفات والشغل، يمكن كان عندنا اللقاء من فتره كده مع المزارعين ومشاكلهم يعني تاريخيه خليني اقول، بس محتاجه بالفعل اراده ونعمل لها نقله فيها يعني لصالح حل مشاكلهم. فتقول ايه في الملف ده يا فندم؟ هو حضرتك انت عارفه ان القطاع الزراعه ده قطاع فيه تحديات كثيره، وقطاع محوري ومؤثر، والفلاحين والمزارعين ان شاء الله بنعيدهم في السنه الجديده ان احنا نقدر نقدم اضافه لما قدمه زملائنا السابقين في الوزاره، لان احنا بنستكمل المسيره، ولكن ان شاء الله نقدر نقدم يعني اضافه في كل الملفات اللي عندنا، سواء فيما يتعلق ب زيادة الإنتاج الزراعي، سواء من حيث الرقابة على المدخلات والمخرجات والبذور والسقاوي والمبيدات، ومسألة تحسين نظم الري برضه في سبيل إن احنا يبقى فيه ميزة نسبية نقدر نساعد الفلاح والمزارع المصري بسبيل إن هو يحسن نظم الري. مشروعات البتلو إن شاء الله نقدر وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس إن احنا نضعفها ونقدر نقدم، لأنها حققت دور كبير في سبيل تقليل الفجوة وتحقيق توازن، وفي نفس الوقت بتشغل الصغار المربين والمزارعين. منظومة كارت الفلاح وفقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء إن شاء الله بتستكمل، وبحيث إن احنا ننتهي منها بحيث يبقى في إطار زي ما توجهات الدولة. طب معظيم حضرتك بتتكلم فيه ده، ما تقول لنا على الجديد اللي احنا شغالين فيه، يعني دلوقتي منظومة اللي هي المتعلقة بكارت الفلاح، الكارت الجديد اللي هيصرف للفلاحين، ايه تاني من جديد او ايه تاني المختلف في 2020 بالنسبة للزراعة والفلاحين في مصر؟ لا هو احنا بنستكمله، واحنا اطلقناه العام الماضي في محافظة الغربية وبورسعيد لسه ما تمش تعميمه. لكن احنا ان شاء الله في توجيهات رئيس الوزراء ان احنا نطلقه كمان في 4 محافظات، يمكن في خلال هذا الشهر او قريبا يعني على طول فورا، محافظه الشرقيه، محافظه البحيره، محافظه اسيوط، محافظه سوهاج. هيفرق ايه الكارت ده مع الفلاح يا فندم؟ الكارت الفلاح ده بيسهل له، اولا بيساعد على توفير قاعده بيانات، بيساعد على ان احنا هنستخدمه في تقديم الخدمات له، سواء فيما يتعلق بالاسمده، سواء في كذا، بيعتبر اليه ل ان يقدر ندير منه منظومه الزراعه برضه، ونقدر نقضي بيانات ونقدر نقدم خدمات في مرحله لاحقه، ونقدر لو حولناه الى كارت بيمنت في مرحله لاحقه يقدر يساعد فلاح في تغيير كثير من المنظومه. يعني اولا هنحصر عليه الحصر الزراعي، وبالتالي يقدر ياخد الاسمده بتاعته في ميعادها، يقدر نسجل عليه قاعده بيانات المرتبطه بالانتاج الحيواني، نقدر نقدم له الدعم، نقدر نقدم له الخدمات البيطريه في حسب اماكن التجمعات بتاع الانتاج الحيواني وعدد الرؤوس. يعني اقصد اقول له مفاهيم كثيره. طيب هل في 2020 يعني عايزين برضو يعني معلش كان في نقطه محوريه ضيوفنا اتكلموا فيها، انه محتاجين التواصل المباشر مع وزير الزراعه، محتاجين يقعدوا مع الوزير يتكلموا عن همومهم ومشاكلهم ويسمعوا من الوزير تطمينات اجراءات، سواء بقى في موضوع الاسمده واسعارها وجودتها، السعر الخاص بتوريد المحاصيل يا فندم. حضرتك يمكن انا كان ليا اكثر من لقاء في المهام اللي توليتها سابقا، وعارفه ان انا اكثر تواصل مع كل المجتمع اللي انا بخدمه. انا يمكن حضرتك والزميل بتكلمي من شويه كان معايا التعاونيات كلهم، بنبدا ازاي نشوف ازاي نتواصل، ازاي نزود دور الجمعيات ودور التعاونيات، ازاي ده كان اجتماع معاهم النهارده يا فندم رؤساء الجمعيات التعاونيه؟ مع رؤساء الجمعيات والاتحادات التعاونيه، ان احنا ازاي نزود دورنا، ازاي نرتبط بالفلاح، ازاي يحس بوجود التعاونيات في حياته. فقصدي اقول ان احنا من اول يوم وتوجيهات سياده الرئيس، توجيهات دوله رئيس الوزراء، ان احنا عايزين نشتغل خارج الصندوق، عايزين نقدم حلول ونقدم حلول فعاله وتبقى على ارض الواقع ملموسه. فاحنا تاكد ان شاء الله ان احنا هنلتقي بكل، نسمع كل الناس، لان ده اساس النجاح ان احنا نسمع. بالظبط يا فندم، صحيح. ونقدر نقدم حلول، فان شاء الله هنلمس اضافه وبنستكمل المسيره وان شاء الله. طب قول لي جمله للمزارعين في مصر في اول يوم في السنه الجديده.
هبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والسنه الجديده هتلمس تعاون معاهم وتواصل فعال، وان شاء الله اي موضوعات هنقدر قدر المستطاع نقدم لها حلول، لان هناك توجه بالاهتمام بالفلاح والمزارع المصري، وان شاء الله تكون سنه سعيده على الشعب المصري وعليهم بصفه خاصه كمان ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سياده الوزير، ونتقابل مع حضرتك قريب برضو نشوف نتائج الملفات والشغل اللي هي